ماما داني انزل التصريح اللي صرحت فيه اختي مي العيدان. اتخلوا علي ناس وايد وصحافة منهم يسألوني اذا كان الخبر صحيح ولا لا. سوري ان ما رديت عليكم بالواتساب، قلت لازم اطلع على السناب واصرح خلاص عشان الناس كلها تعرف، مثل ما عرفوا ان في خلاف لازم يعرفون ان تم الصلح الحين. وهذه من الاشياء الحلوة اللي لازم نتكلم عنها، مو دايما نطلع وسلبيات سلبيات. فعلا امس انا تصالحت مع امي، جت لنا لوكيشن وما ادراك ما امي، كنت انا موجوده، ام فجر موجوده، دخلت علينا غرفه الفنانات، سلمت على ام فجر، بعدها جت سلمت علي. وايد عيب انها تكون عندي وداشه بمكاني وما اقوم اسلم، لا اصلي يسمح لي ولا معدني يسمح لي ان انا اسوي كذي، ومستحيل اني اسويها ولا تطلع مني. يقول لك اللي ما يعرفك ما يثمنك، انا ما التقيت فيها من بدايه دخولي المجال الفني بكل مجالاته، صحافه، تقديم، تمثيل. اتوقع امس عرفت هنادي الكندري شنو، لو شنو ما صار، لو شنو الطرف الثاني قدم لي من اي نوع من الاساءات، اذا شفته وشافني وبادر بالسلام مستحيل ارده. وأمس مي كانت ضيفة عندنا باللوكيشن، بادرت بالسلام وتدري أن أنا باللوكيشن ويت، هذا معناته أنه خلص في شيء حابة أنه يتصلح، ما رح أردها. بالعكس أنا يمكن إنسانة جدا مسالمة، أطلع على التلفزيون تشوفوني بشخصيات أجسدها، أطلع بالسوشيال ميديا أتكلم عن أشياء بسيطة بس عشان أكون متواصلة مع جمهوري، بس هنادي الصجية كأم آدم اللي وفي كلمة حق أبي أقولها بحق هذه الإنسانة. الفيديو وصلني من أم فجر الهام، الصبح دزت لي الفيديو، فتحته وسمعت الكلام اللي قالته مي، فدزيت لها أم فجر ويهج خير علي، دزت لي ضحكة. وفعلا يمكن صار في سوء تفاهم سنين ضلينا عليه أنا ومي، واليوم تصلح بوجود أم فجر. فأنا راح أرجع وأقول قدام الناس أم